اخبار اليوم. ماتش النهارده كان ماتش جامد بصراحه، من صلاح ادى بطريقه رهيبه، وبرده رمضان عمل ماتش كويس، كان الشناوي برده كان الماتش المنتخب كله كان النهارده في كامل وعيه وكامل ادائه واداء اللعيبه المحترفين. كان بصراحه الاداء كان النهارده كان لا يعلى عليه بصراحه، كان منتخبنا كان في احلى اداء ليه، الجماهير كلها كانت مبسوطه ان هي كان في جماهير النهارده في الماتش. الحمد لله النهارده الاداء كان كويس جدا، بس لسه برده اللعيبه برده تحس ان هي جمهور، في لعيبه ما لعبتش قدام جمهور فتحس ان في ضغط عليها. زي الفل الحمد لله، والله الحمد لله. ماتش كتير ما فرحناش بالظبط، بس اللعيبه مش حلوه، ما عملوش ماتش حلو يعني. بقول الحمد لله رجعنا المستوى، نبدا بقى على طريق الصح، نرجع على مستوى افريقيا وزمان، وان شاء الله الفرقه تبدا تصحى كده ونرجع للذكريات بتاعه زمان وافريقيا وبطولات افريقيا، وان شاء الله نصعد كاس عالم. احب اقول ان مفيش كوره من غير جمهور، يعني الكوره ما تكملش غير بجمهور، يعني الكوره لو نصين، نص لعيبه بتلعب كوره والنص الثاني جمهور بتشجع. ما بصراحه احنا شفنا النهارده، شفنا الجمهور ساعد ازاي الماتش، ان الماتش نكسبه. هناك ما كانش فيه جمهور ممكن كنا نكسب، بس ما كسبناش، اتعادلنا. هنا الحمد لله بالجمهور كسبنا دايما، وان شاء الله يعني. وبحيي اللعيبه الجوله تحت المنتخب، والله ان شاء الله يعني في اللي جاي احسن باذن الله. باذن الله اللي جاي احسن المنتخب، بس اهم حاجه بس الجماهير ترجع المدرجات من تاني. لا انت زي ما انت شفت الجماهير لما رجعت، شوف المنتخب عامل ازاي الوقت، لا شوف الجماهير بتعمل فرق ازاي الماتشات. هو الدوري قوي اه، بس لو في جماهير هيبقى اقوى واقوى. انا بس في حاجه بس هضيفها، ان النهارده الصراحه الجيش والشرطه يعني قاموا النهارده والله بطل، يعني امنوا الماتش كله، والله كنا يعني بقى يعني الحمد لله يعني قاموا مجهود كبير قوي، وانا بشكر الجيش والشرطه. النهارده كان يوم حلو قوي، واستمتعت بصراحه بجول رمضان صبحي الحمد لله. الحمد لله للفوز النهارده على المنتخب النيجيري، وان شاء الله يعني نساهم في الفوز ده في تنزانيا ان شاء الله، ونتاهل ان شاء الله. جميله جدا، عملت ماتش حلو، وان شاء الله يتكرر في المنتصف الجاي، وان شاء الله الجماهير ترجع تاني. جميلة، عملت ماتش حلو النهارده. انت النهارده بتو رقم واحد في المباراه، فوق يعني السكه مليانه على اخره، فوق حوالي 80,000 سكه مليانه النهارده على اخره. يا رب الجماهير ترجع في المنتصف الجاي بتاع الزمالك وافريقيا بتاعت الاهلي يا رب. شكرا. ان شاء الله رجوع الجماهير حلو جدا، والجماهير مصر كلها هتبقى مبسوطه، ورمضان صبحي كان النهارده علام، والفريق كله كان حلو، وان شاء الله نتمنى الجماهير تبقى طول الماتش تبقى حلوه كده، وبالتوفيق ان شاء الله. اللي سائل علينا الماتش ده كمان حماده طلبه واحمد الشناوي. احمد الشناوي كان رقم واحد في الماتش اللي هناك، هو الماتش ده ما اختبرش. الحمد لله على الاداء الجميل من لعيبتنا رجاله، ورمضان صبحي بسم الله ما شاء الله عليه احسن لعيب في مصر، مش عارف اقول ليه، بس الحمد لله على الاداء والحمد لله. يا ريت الكره للجماهير، احنا عايزين نفسنا نفرح والله، نفسنا نخش المدرج تاني يا رب. ان شاء الله في اي ماتش تاني في البطوله، في اي بطوله جايه يعني باذن الله هنخشه، هيبقى في جماهير من اول السنه الجايه. رمضان صبحي ده هيبقى احسن لاعب في مصر، احسن لاعب، وده لازم يحترف بره، ما يقعدش في مصر، ده لازم يحترف، ده احترف احسن. رمضان صبحي هيعدي صلاح ان شاء الله، ده احسن له الاحتراف، ما يقعدش. بس رمضان صبحي طلعوه من الطلبه نجم الماتش والله، هو عمر والله العظيم، وعبد الله سعيد احلى لعيب في مصر، عبد الله سعيد عامل شغل في مصر، رمضان صبحي احلى لعيب في مصر والله. واول حاجه نقدر نقولها، اهم حاجه النهارده كان رجوع الجماهير، ده حاجة كويسة ومشرفة لمصر بحالها، وتانيا الفريق كله كان كويس، ما نقدرش نقول لك ده وحش وده حلو، بس الفريق كله كان كويس، ويا ريت دايما كده الجمهور يفضل يرجع تاني كده، وبالتوفيق لمصر كلها إن شاء الله. إن شاء الله ده أكيد يعني، الحمد لله شرف لينا، ده شرف لنا اللي مصر، شرف لينا حاجة رمضان، موسم رمضان، رمضان صبحي ده لعيب جامد، رمضان صبحي ده جامد، رمضان صبحي ده فخر الصناعة الأهلاوية، فخر الصناعة الأهلاوية، رمضان ده فخر الصناعة الأهلاوية، بنحبك رمضان، بنحبك يا عمر، يا عمر، رمضان.